15 ديال الدوري ديال لا بريميا مدريديستا نسخة ناجحة الحمد لله. النجاح ديالنا هو الدراري يكونوا فرحانين، والدراري الحمد لله راه بحال اللي شتيهم قبيله كلهم خرجوا بالجوائز ديالهم وب لي كوب اللي ربحوا، وكلهم مشاو الحمد لله فرحانين وكيتسناو متشوقين النسخه الجايه ان شاء الله اللي غتكون نسخه 16 واللي غنبداو نوجدوا لها ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله، باش نعاود نقلبوا على دي سبونسور اللي كيعاونونا ونعاود نقلبوا على دي بارتنير ونضموها بواحد واحد الارتياح، حيت كتوجد حاجه بكري كتنجح فيها وتتكون تتكون ناجحه ان شاء الله. والهدف ديالنا هو احنا في الجمعيه ديالنا لا بريميا مدريديستا ديال الدار البيضاء، الجمعيه اللي عندها الهدف ديالها هو لو سوسيال، هو هدف اجتماعي. احنا حتى العلاقات اللي عندنا مع ريال مدريد علاقات اللي كتهم اللي تتربطنا بلا فونداسيون ديال ريال مدريد اكثر من لي بينيا الاخرين اللي عندهم واحد هدف اللي حتى هو محترم، هدف اللي كيشجعوا به الفريق، وحنا كنبغيو الفريق ديالنا وكنشجعوه، ولكن عندنا هذا الهدف اللي هدف اجتماعي اللي كيجعلنا عندنا واحد اختصاص مختلف على لي بينيا الاخرين ديال ريال في العالم. ميديسيون ريوسي الحمد لله نجحات، الدراري ديالنا كلهم فرحوا، تنكونوا ديما مخلوعين من الناحيه ديال واش غيتضرب شي دري ولا غيوقع له شي مشكل، بيان سور حنا عندنا دي زاسيورونس وعندنا كنديروا لي شوز كوم يلفو، ولكن كلشي كيمكن له يوقع الحمد لله، حيت كلشي خرج من السلام هو الهدف ديالنا، وهي باش نجحنا.